أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. نشرع إن شاء الله الآن في قراءة ما تيسر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. متفق عليه. سبقا ذكرنا في الدرس السابق أن لبس الحرير محرم على رجال الأمة، وإنما هو حلال لنسائها. لكن هذا الحديث أفادنا أنه عند الضرورة يباح، ومن الضرورة التطبب بلبسه. فإن الزبير رضي الله عنه أحد العشرة، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة أيضا البشري، أصابهما قمل فسبب لهما حكة، فكان إذا لبس غير الحرير يزداد عليه الحكة. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير فأذن لهما، فدل على أن من لبسه للتطبب بعد التحقق من أن هذا يفيده فإنه جائز. ويستثنى أيضا المقدار اليسير جدا كإصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فإنه يجوز مثل هذا في الثوب، أن يوضع من الحرير يعني في الثوب الذي ليس بحرير. ودل على هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. في حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تركب الخز. والخز ثياب مصنوعة من الحرير توضع على الدواب ويركب عليها، وكان يفعلها الأعاجم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنهيه العام عن الحرير، ومنه الافتراش كما مر معنا، وأيضا أن فيه سرفا وخيالاء وتشبها بغير المسلمين. قال: ولا النمار. والنمار كساء فيه خطوط من يعني بيضاء وسوداء، وقيل هو جلود النمور في قول يعني. والنهي عن افتراش جلود النمور لما فيها من الخيلاء، ولما فيها أيضا من التشبه بالكافرين، وهذا منهي عنه. وبعض الفقهاء عللها بعلة أخرى، وهي أن الجلود لا تطهر بالدباغ، أو أن جلود ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ، على خلاف المشهور بين الفقهاء. وفي حديث أبي المليح وهو تابعي بصري، عامر بن أسامة الهذلي رحمه الله ورضي عن أبيه، روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع،
وتفسير هذا جاء في الحديث في الرواية الأخرى وهي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش، والعلة هي ما ذكرناها، فلا تكون فراشا للمسلم، وأيضا لا تكون لحافا له، فإن اللحاف في معنى الفراش، ولا تكون لباسا له من باب أولى. قال: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. نعم، هذا حديث حسن صحيح، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني إذا حصل ثوبا جديدا، سماه باسمه. اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة، فبعضهم قال سماه باسمه يعني باسمه الأعم، فسر ذلك قوله عمامة أو قميصا أو رداء، يعني سماه عمامة أو رداء أو قميصا، هذا قول، فيكون قوله عمامة إلى آخره يكون تفسيرا لقوله سماه باسمه. والقول الثاني وهو أرجح والله أعلم، القول الثاني أنه سماه باسم خاص، لأن هذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له عمامة كانت تسمى السحاب، وكان له ناقة تسمى القصوى، وكان له بغلة تسمى دلدل، إلى غير ذلك من أسماء دوابه صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن المقصود يسمي الثوب باسم خاص يخصه، وإن لم ينقل هذا والله أعلم. قال: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، يعني بفضلك وإنعامك ورحمتك ولطفك، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعلى التفسير الثاني، على تفسير التسمية بالمعنى الثاني أنه يسمي ثوبه أو عمامته باسم خاص، فإن التسمية تكون مستحبة، يعني يستحب للمسلم أن يسمي ثوبه الجديد أو عمامته الجديدة أو غير ذلك مما يخصه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.